سقوط طائرة حوثية مسيرة على مدرسة في منطقة عسير جنوبية السعودية، والدفاع المدني يؤكد عدم وقوع أي إصابات. الجيش التركي يقصف أهدافاً في تل رفعت السورية بعد هجوم على مستشفى في عفرين أدى إلى مقتل 14 شخصاً. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الجزائرية والتوقعات بالإعلان عن النتائج خلال أيام. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلاً بكم. ذكر التلفزيون الحكومي السعودي أن طائرة حوثية مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت على مدرسة في منطقة عسير جنوبي غربي المملكة. وقال متحدث باسم مديرية الدفاع المدني أن سقوط المسيرة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية لم يسفر عن أي إصابات، مشيرا أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث. قصف الجيش التركي أهدافا في بلدة تل رفعت شمالي سوريا ردا على هجمات بالمدفعيات أمس السبت أسفرت عن مقتل 14 شخصاً في بلدة عفرين المجاورة. واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بالمسؤولية عن الهجمات، وشملت استهداف مستشفى. ونفت قوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتها عن تلك الهجمات. قال رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين ستعلن خلال بضعة أيام. وأكد رئيس هيئة الانتخابات في تصريحات التلفزيون الحكومي أن الانتخابات تمت في أجواء طيبة، وأن الناخبين تمكنوا من الأدلاء بأصواتهم واختيار أنسب المرشحين لخدمة الجزائر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الأردن يبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زايد بتهمة التحريض على نظام الحكم. أهلا بكم من جديد. يمثل رئيس ديوان الملكية السابق باسم عوض الله والشريف حسن زايد أحد أقارب ملك الأردن عبد الله الثاني أمام المحكمة العسكرية الأسبوع المقبل بتهمة التحريض على نظام الحكم. واعتقلت السلطات الأردنية عوض الله وزايد مطلع إبريل الماضي عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن مؤامرة لزعزعت استقرار الأردن. أعلنت هيئة الصحة في دبي أن حوالي ثلثي المؤهلين لتلقي اللقاح المضاد للفيروس كورونا تلقوا جرعتين من اللقاح في الإمارة. وقال نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي علوي الشيخ أن 83% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، وأن 64% تلقوا جرعتين. في الختام تذكير بأهم العناوين. سقوط طائرة حوثية مسيرة على مدرسة في منطقة عسير جنوبية السعودية والدفاع المدني يؤكد عدم وقوع أي إصابات. الجيش التركي يقصف أهدافاً في تل رفعت السورية بعد هجوم على مستشفى في عفرين أدى إلى مقتل 14 شخصاً. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الجزائرية وتوقعات بالإعلان عن النتائج خلال أيام. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار ندعوكم إلى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.